الحمامة الزائرة. من هناك؟ من أنت؟ من الذي يطرق على نافذتي؟ ها؟ ماذا حمامة؟ ماذا تريدين مني؟ هيا، لماذا تزعجينني في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ هيا اذهبي من هنا، هيا ابتعدي، ابتعدي. إنها الحمامة، ستفسد صباحي. هذا ما كان ينقصني. تتركين فضلاتك على النافذة أيضاً؟ آمل أن تكوني قد ذهبت نهائياً ومن دون رجعة أيتها المزعجة. دقائق ويكون طعامكم أمامكم. قال لي أخوك إنك كنت متضايقاً البارحة. لا تشغل بالك، كنت تصرخ طول الليل. صدقوني لا شيء مهماً. ما رأيك في أن تخبرنا بالأمر الذي يضايقك؟ فربما ترتاح بهذه الطريقة. لا شيء مهما حقا، سوى أن هناك طائرا كان يضايقني منذ البارحة، فكلما فتحت النافذة وجدته يحدق بي، وفي الليل صار ينقر على النافذة فاستيقظت مذعورا. وهل يخيف الطائر إلى هذه الدرجة؟ لكنني نجحت في طرده أخيرا، أو هكذا أتمنى. ربما كانت هذه رسالة. ماذا تقصد؟ لعله أراد أن يخبرك رسالة ما وأنت لم تستمع له. ربما كان مريضاً وأراد أن تساعده. ما أشد غبائي. هيا علينا أن نذهب لنجدة الطائر قبل أن يسبق السيف العذل. لم نأكل بعد. أرجوك يا أبي، سأشعر بتأنيب الضمير لفترة طويلة إن لم أساعد هذا الطائر المسكين. أخرجتنا من المطعم يا كمال، وكأنك متأكد أن الطائرة في انتظارك. أبي، أريد أن أقول لك شيئاً. ألا نستطيع أن نسرع أكثر؟ اهدأ يا كمال، اهدأ. ها، تذكرت. لم أفهم معنى قولك أن يسبق السيف العذل. إنه مثل قديم عن الإنسان الذي يتعجل القيام بعمل ما ثم يتضح أنه خطأ فيندم عليه، ولهذا المثل قصة مشهورة. احكيها. ليس الآن، في وقت آخر. احكي القصة فإنها ستساعدك على نسيان الوقت إلى أن نصل. تقول الحكاية إن رجلاً أعرابياً كان يكن لوالده حباً شديداً ويتحاور معه كما لو كان أعز أصدقائه. إنها ليلة مخيفة حقاً، لم أرى السماء معتمة إلى هذه الدرجة منذ مدة طويلة. هل سمعتم عن اللص الذي يسرق أهل القبيلة؟ نعم، يقال إنه يتجول ليلاً ويختار في كل ليلة خيمة ليسلبها. علينا أن نحذر جيداً، فربما يهاجمنا في إحدى الليالي. ألم يعرف الفاعل إلى الآن؟ لا، ليس بعد، لكن الجميع واثقون بأنه من خارج القبيلة. وكيف يتسلل إلى القبيلة في غفلة من أهلها؟ لا أدري، إنه أمر محير. نام والدك، ليس من عادته أن ينام باكراً هكذا. إنه متعب جداً، أخشى على صحته كثيراً. لا عليك يا صالح، إنه بخير، سأغادر الآن وأترككما. بأمان الله يا صديقي، دعنا نراك غداً. اللص، لقد أمسكت اللص. هاي، اتركني، ابتعد عني. هيا. أيها الجبان. أبي، أبي، تماسك أرجوك. لقد مر أكثر من شهر على الحادثة وأنت لا تزال على هذه الحال. يجب أن تخرج وتشاهد الناس وتعود إلى حياتك الطبيعية. مستحيل، فلن يهدأ لي بال حتى أعثر على ذلك المجرم. وكيف ستعثر عليه وأنت جالس في خيمتك من دون حركة؟ سأجده، أنا واثق بأنني سأجد قاتل والدي. هناك ما أريد إخبارك به.
منذ عدة أيام والناس يشاهدون شخصا ملثما يتجول في أرجاء القبيلة نهارا وهم لا يعرفونه. إنه هو، نعم هو، إنه الملثم القاتل. انتظر قليلا، علينا أن نتأكد. سأذهب لأتأكد بنفسي. صالح انتظرني. صالح كنت مسافرا. هو انتظر قليلا، ربما يكون شخصا آخر، عليك أن تتأكد. اتركني. ماذا هناك؟ وأخيرا يا قاتل أبي، لا تفعل. ماذا؟ قتلته؟ إنه ليس هو، إنه رجل آخر. يا إلهي، قتلت رجلا آخر. كان عليك أن تتأكد. أنا أعرفه، أعرف هذا الرجل، إنه من أبناء قبيلتنا. لقد كان مسافرا. تسرعت كثيرا يا بني. كان عليك أن تتروى قليلا. قلت لك أن تتأكد أولا. سبق السيف العذل. قصة معروفة ويجب أن نستفيد منها. أكمل يا كمال، أكمل. ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد أن قتل الأعرابي الرجل لامه الناس وعذلوه. تسرع. نعم، عاتبوه لأنه قتل الرجل الخطأ، وهكذا ندم الأعرابي على فعلته ندما شديدا لأنه تسرع ولم يعطي نفسه الوقت ليتحقق جيدا. ها قد وصلنا. انظروا من هنا. ها؟ الحمامة. وجدتها على النافذة. شكرا يا أمي، شكرا لأنك أدخلتها. المسكينة كانت تنقر على نافذة الغرفة فأدخلتها، واتضح لي أن ساقها مصابة ولهذا فهي لا تستطيع الطيران. إذن فقد كانت تستنجد بي حقا، ويجب علي أن أساعدها. الحمد لله أن السيف لم يسبق العذل. حقا، وإلا لحزن أخوك كمال كثيرا. والآن ما رأيكم في العودة إلى المطعم؟ ستكون طلباتنا قد وصلت. سأذهب معكم وآكل وجبة كمال. أما أنا فسأتناول وجبتي مع زائرة جميلة. أهلا. سبق السيف العذل.